أصبح السلام السيستاني عليكم. مصور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الأستاذ وليد إسماعيل، نعم، بارك الله فيك يا أستاذ. وفيك بارك الله، ربنا يعزك. الله يبارك فيك. معك الأخ محمد من سوريا. حياك الله أخونا محمد، ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك أخي وليد. أنا ديانتي شيعية، نعم أنا من الزهراء من ريف حلب، نعم وفضل رب العالمين تركت الملة الشيعية وانتقلت للملة السنية، لأنه هي المضبوطة وهي اللي بتتبع نبينا محمد صلوات الرب عليه 100%. الحمد لله، والله الحمد لله. وأنا بشكرك والله يجزيك الخير يا رب، اللهم آمين، ويبارك في عمرك ويبارك في طاعتك بهالأيام الفضيلة، اللهم آمين يا رب. لأنك إنك على إيدك، على العالم عم تهتدي، يعني نسأل عم الله تنقلب من الإخلاص، والله الشيعة للسنة. نسأل الله الله يبارك الإخلاص، فيك ويطولنا في عمرك يا رب، اللهم وخلي آمين يا رب. يسمعوا في من الأخوة الشيعة هن بإذن الله بدي أسلموا على إيدك، بس ما عم يسترجوا. الله المستعان، إن شاء الله ربنا يبشرك بالجنة يا رب، ربنا يبشرك بالجنة. نحن من المنبرك اللي رب العالمين عطاك إياه وشان تنفع الناس ويلتحقوا بقدوتنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ندعيهم إلى الدين الإسلام المضبوط 100%. الحمد لله، والله يعني نسأل عدم الله صبر الإخلاص. الصحابة، عن عائشة الله رضوان الله عليها، وعن حفصة أم المؤمنين، وعائشة أم المؤمنين، وأبو بكر الصديق، كلهم أصحاب رسول الله. يعني بيدعوا أنه منافقين وكذابين، طيب معناتها الرسول صلى الله عليه وسلم معناتها كان أنه يعني عقله خفيف لحتى يصاحب ناس وكذابين، فلذلك الأئمة عندهم المعممين هم الدجالين وهم الكذابين، الحمد لأنتم عم لله، والله بيطلعوا كلام كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن بندعيهم أن يتقوا الله ويرجعوا للدين الحنيف المسلم المضبوط 100%، هي سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله، فضل ونعمة من الله. أبشر يا أخي، إن شاء الله أبشر، أبشر إن شاء الله، الله يبارك ربنا فيك. يبارك وأنا فيك. بشهد قدام رب العالمين وقدامك وقدام الناس الشيعية والسنية أنه أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن اللهم ما آمين، بنكره لا علي ولا بنكره الحسن والحسين، نحن هني قدوة إلنا وهني شباب أهل الجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلياتهم قدوة إلنا، نحن تابعين لهم بإذن الله. نحن الدين الحق بإذن الله واحد أحد. الحمد لله، والله ربنا يثبتك يا اخي، ربنا يبارك فيك، ربنا يثبتك ويبارك فيك، ربنا يعزك، الله يبارك فيك يا استاذ وليد. ونسال انا الله بدي منك الاخلاص. تدعي ويا لي ريت انه يعني رب لو العالمين يثبت قلبي على تقدر هالدين تنشر المظبوط. رابط ما بين الاهل والاصحاب، ان لم يكن لك يعني لو في اذيه ولا اي حاجه او مشكله تحصل لك فبلاش، يعني لو ما فيش لو تنشر رابط القناه ان شاء الله، ربنا يبارك فيك. الحمد لله، والله الحمد لله، الله يحفظك إلهي يا اللهم رب. امين الله يا رب، يبارك اللهم فيك امين، والله يجزيك الخير استاذ وليد، اللهم بارك امين، الله فيك وفيك ولجهودك يا بارك رب، الله، ربنا يعزك، نسأل الله يتقبل طاعتك في الشهر الفضيل يا رب. اللهم امين يا رب، اللهم امين. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، الله السلام يعزك. عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة وبركاته. الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله اكبر.